عم شريف طبعا يمكن من فترة طويلة ما قعدتش الأجازة دي، كلمنا بقى عن أجازة شريف الأخيرة وقضيت العيد إزاي؟ احنا قمنا ان شاء الله يوم الوقفة الصبح، صلينا الفجر وصلينا العيد ورحنا دبحنا ورحنا البلد، قعدنا يومين والحمد لله يعني اللي هو جيب السلامة وان شاء الله خير. هو احنا طبعا نادي الأهلي نادي كبير ونادي عريق وجمهوره جمهور عريق، بس التوقيت كان لازم شريف يطلع. يعني ما زعلتش ان شريف مشي من الاهلي؟ زعلت طبعا، بس هي دي سنة الحياة، اصل مفيش لعيب هيقعد على حاجة واحدة او هيقعد على نادي واحد. اللي مجيله فرصة مثلا عاوز يحترف، عاوز يشوف نفسه كده. محمد على فكرة من النوع اليوم اللي ماليش الجمهور ده حقه، لكن محمد ذات نفسه اليوم اللي ما يجيبش فيه جون يبقى هو تعبان اكتر من الناس، هو شخصيا تعبان. يعني هو كل ماتش عاوز يجيب جون واتنين، ده طبيعي. كنت انا بقى يبقى امتص بقى، يعني حتى لما كان بيجي جون جايب جون وضيع جونين بيجي زعلان، امتص وامتص اقول لا اللعيب الكوره لازم كده، ولازم مش كل كوره هتيجي جون، مش كل كوره هتبقى كويسه، مش كل وقت هتبقى بنفس الفورمه. كنت بمتص غضبه يعني. كان اول ماتش ديربي ليه، هو كلمني قبل منها بقى العصر، فبقول لي ان شاء الله، بقول ان شاء الله يعني خير. قال لي على الله اجيب جون، قلت له اجيب اتنين. قلت له والله هتجيب اتنين، وفي اليوم ده ربنا وفقه جاب جونين. محمد من صغره اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. انا اللي زملكاوي. اقول لك الحقيقه، انا اللي كنت زملكاوي. لما راح الاهلي انا ما اعرفش بتشجع الاهلي، يعني انا طبيعي كده بتشجع الاهلي. طب اقول لحضرتك على حاجه، دي يعني تزحى ما تزحاش، انا لا عارف انا نفسي اهلاوي ولا زملكاوي دلوقتي. بتشجع الخليج؟ يعني الخليج السعودي مش الخليج كله. الخليج السعودي. ما فكرتش في فترة الانتقالات وجاي له عرض من الزمالك وبيراميدز وبمبالغ كبيرة، انتمائك للزمالك شوية ما خلاكش تقول لمحمد ما توافق على عرض الزمالك؟ لا، ما مش الزمالك نادي كبير، مش تقليل من نادي الزمالك، بس محمد احنا بنحترم التعاقد، بنحترم كلمتنا. لما محمد قال الجنيه بـ10 في الاهلي، هي الجنيه بـ10، الجنيه بـ100، احنا بنحترم التعاقد بتاعنا. في سنة للخليج ياخد حقه، والخليج هو صاحب التصرف مش احنا. يعني احنا ما نقدرش ان مثلا نعمل مشاكل وكده عشان نمشي، لا، ناخد تعاقد سنتين، هما سنتين يلعبوا ياخدوا حقهم. لو جاله الزمالك وبيراميدز ومفيش الاهلي هتختار له ايه؟ اللي هو اللي يختار مش انا. هو اللي يختار، بس انا يعني الزمالك مستبعد شويه عشان خاطر هو حطم، هو رمس ويرجع الاهلي، هو حطم ارقام في الاهلي وعاوز يكملها. لكن الزمالك مش ده نادي كبير، انا كنت لعيب في نادي الزمالك واتمنى محمد يلعب في نادي الزمالك، بس ما هو هو هو, هو عاوز ايه. قبل مباراه النصر السعودي وهيواجه رونالدو وحصل موقف كده في الملعب، حكى لك الموقف بعد ما رجع ولا لا؟ بس هي كوره، هو بيلعب قصاد مين، هي كوره. لكن هو انا شفت اللقطه اللي رونالدو بيبص له فيها في الكورنر. محمد عاوز يشتغل، ادام احنا اتفقنا على جنيه في فرقه، احنا مش بنعمل للجنيه، احنا بنعمل للقمه العيش اللي احنا كناها. كان في امبي كده، كان في دجله كده، احنا كده. لو انا اشتغلت عندك لازم اديك اقصى حاجه عندي، مش عشان ده ترضى، لا، عشان ربنا اللي يرضى. ده هي كده، مش انا مش راح اقضي واجب ولا راح اتفسح اخد فلوس، لا، راح عندي اشتغل. يعني شوف الدوري السعودي، هو كان عاوز يبقى تالت هداف ولا رابع هداف، ده كان كل مشكلته، يعني عاوز يشتغل، عاوز ينتج. بس هي اللعيبه كواليتي. جاي له عروض تانية من السعوديه، بيستشيرك في العروض اللي بتجي له؟ في كلام، في كلام. عايزه يكمل ولا يرجع الاهلي؟ بصراحه هو بصراحه يعني السنه دي يكمل، يكمل السنه دي مثلا، لاحترام العقد مش لاي حاجه، احترام العقد. لكن بعد كده اهلي اهلي. زعلت لما شفته في المنتخب مش اساسي؟ طبعا ده حاجه طبيعيه، لازم ازعل. وهو ما زعلش، ما بقاش لعيب كوره، لازم يزعل. بس دي وجهه نظره المدرب، هو المدرب ده يعني ايه، امثل لك بالبلدي، شيخ البلد، هو رئيس جمهوريه فرقته، هو اللي يقول ده ينزل وده ينزل، وده رايه واحنا نحترمه. هو اللي صاحب التغييرات، هو كل ماتش وليه لعيبته. هو شايف ان الماتش ده مش بتاع محمد، في ماتش تاني شايفه له بتاع محمد، فهمتني كده؟ هو اللي هو ادرى. قلت له ايه بعد ما رجع من معسكر منتخب ولا زي ما هو محمد مزعلش؟ محمد مزعلش على فكره، محمد مزعلش، يقول لك وجهه نظره وانا احترم وجهه نظره، مش بتاعتي.
وبعدين ماليش دعوه باللي لعب، اللي لعب هو الكابتن شايف اللي ده اصلح للماتش ده. بس الكوره كل ماتش وليه لعيبته، في فرقه بتلعب مثلا دفاع متقدم عاوز لها فرود سريع، في فرقه واقفه عاوز واحد طول بعرض بيلعب بدماغه كويس قوي كده. كل فرقه ولها كل ماتش وليه الستايل بتاعه.